وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق في شأن حادث التفجير الذي وقع في مدينة الصدر في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطائي. بداية، أضحاكم مبارك دكتور يحيى. كنا نتمنى أن يكون هذا العيد عيد أمان وأمن على العراقيين. أهلا بك دكتور. حياكم الله وعيد مبارك للعراقيين جميعا. أهلا بك دكتور يحيى. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن التفجير الذي وقع في مدينة الصدر، اتهمتم من وصفتموهم بأيادي الشر الخبيثة بحصد أرواح الأبرياء من العراقيين. السؤال هنا، من له مصلحة في استمرار هذه التفجيرات التي لا تحصد فعليا إلى أرواح الأبرياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء خالص العزاء لذوي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى والمصابين. بالتأكيد أخي، هذه أيادي الشر هي التي تستهدف العراقيين منذ بداية الاحتلال إلى الآن. مع شديد الأسف نقول أن قطار العملية السياسية وقوده دماء العراقيين الأبرياء. فأمام كل عملية انتخابية وأمام كل حدث انتخابي يجري مسلسل قتل الأبرياء بتفجيرات هنا وتفجيرات هناك. لماذا؟ لأن العملية السياسية مبنية على المحاصصة الطائفية، وهذه تقتضي أنه يجب أن يكون هناك اصطفافا طائفيا. فهذه التفجيرات وظيفتها الأساسية هي استمرار الانحياز الطائفي واستمرار التخندق الطائفي وزيادة النعرات الطائفية. هذا الهدف الأساسي، ولذلك هذه الأيادي المجرمة الأتيمة تفعل فعلتها مع كل عملية انتخابية من أجل أن تعيد الحاضنة الطائفية لهذه المشروع الطائفي أو ذاك من أجل استمرار العملية السياسية. نعم، هذه المذابح البشرية وفي وقت زمني قصير من مستشفى ابن الخطيب إلى مستشفى الحسين وأخيرا تفجير مدينة الصدر ما زالت تقرأ في سياق ما يسمى الإرهاب. هل تعتقد أن الرأي العام في العراق وذوي الضحايا سيقبلون بالرواية الحكومية عن ما يسمى بأن الإرهاب هو من لا زال يستهدفهم؟ بالتأكيد أخي الكريم، المواطن العراقي الآن لن يصدق هذه. والمواطن العراقي منذ سنوات بدأ يعني يدرك تماما بأن من يستهدف حياته هم من مجاميع هي داخل العملية السياسية، تستخدم هؤلاء المواطنين من أجل أغراضهم. فهذه الروايات التي تقولها الحكومة الآن لا تنطلي على المواطن العراقي البسيط، بدليل أن المواطن عندما يحصل أي تفجير مباشرة يوجه أصابع الاتهام للميليشيات وللحكومة بأنها هي المتعاونة في ذلك. والكل يعلم بأن هذه المناطق في الغالب تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، هي لا تسمح كما ذكرتم في تقريركم لدراجة أن تمر أو لعابر سبيل أن يمر دون تفتيش ودون تدقيق للهوية. كيف يسمح لهكذا عجلات تمر؟ العجلات الوحيدة التي لا تفتش وليس عليها رقبة هي العربات التابعة للميليشيات الموجودة والمنفلتة. فبالتالي هذه هي يعني الجهات الوحيدة القادرة على أن تفعل هذه الجرائم في هذه المناطق. دكتور يحيى، يعني حبذا لو تشرح لنا أكثر كيفية الربط بين إعلان مقتدى الصدر رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وبين التفجير الدموي في مدينة الصدر. هل تعتقد أن هناك يعني رابط حقيقي بين الحدثين؟ بالتأكيد أخي الكريم، الرابط واضح جدا. أولا، إعطاء ذريعة للصدر حتى يعود عن قراره في عدم المشاركة بالعملية الانتخابية، ثم حتى قرار مقتدى الصدر هو ليس يعني قرارا حقيقيا، وانما هو جزء من عمليه ابتزاز سياسي للطبقه السياسيه. هو شريك في العمليه السياسيه منذ بدات الى الان، بل هو صاحب الحصه الاكبر في هذه المنظومه السياسيه. فبالتالي هذه جزء من عمليه اعطاء ذريعه للصدر حتى يعد عن قراره، وبالتالي توفير غطاء مقبول نوعا ما عند الشارع. نعم، إذن الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.